هل نشتري أراضي في نيكست إيرث؟ نعم اشتري أراضي، ومن الأفضل أن تكون شوكة، اشتري شوكة وابحث عن الأرض التي سيقترب منها البناء، حتى أنك عندما تشتري الأرض الآن يعني تصبر سنة أو سنتين أو 3 سنوات حتى 5 سنوات يكون البناء قد اقترب في النيكست إيرث. وحاول أن تكون تطل على واجهتين، لأن الشوكة تباع بثمن كبير جدا. مصيرة والله بدأت مصعبين ولا يشري والله العظيم إليه وشريتهم تانا بقى تشريهم لي والله يا بنادم قال لك ولا قال لك تيشري فراس كنت معي واحد السيد هو إداري وداكشي بعد دابا ولات واحد الحاجة سميتها دابا كاين واحد الحاجة دابا هذاك غادي نشرحو ليه هادشي الدكتور يلا سير اخويا الدكتور ستة تالي ونشرح لك كيفاش تشري الأراضي في داكشي قلت لك أسيدي الأراضي هادشي راه خويا ما دخل في التخصصات ديالكم هادشي تاني هاد الأراضي داكشي عالم دابا عرفتي بنادم اش ولات يدير تيمشي نعم أسيدي كاين واحد الحاجة سميتها الـ NFT وهاد الـ NFT عرفتي الـ NFT شكون شرحتو لك واحد المرة كاين واحد الحاجة سميتها الـ Virtual World عالم الافتراض دابا كتجي نتا نعم أسيدي كتبان لك شي أرض في شي عالم فهمتي كتعجبك هذيك الأرض كتشريها بالفلوس ياك وتقدر تبني فيها دير طوموبيلات ديالك دير مرا ديالك تعاود تزوج نتا كاع في هذاك العالم لا بغيتي فهمتي وهاد الاراضي هادو اللي كتشري دابا الناس كيسولوا يبغيو يشروا الاراضي كاين اللي تيشوف واش دوز ايطاج ولا البيرمي واش اير بلس 1 ولا اير بلس 2 ملي تتموت كتكتب لهم كتكتب الوصيه تكتب الوصيه تكتبها في الان اف تي تقول لهم تكتب الوصيه ديالك تكتب الان اف تي راه عندي فيه واحد الارض شوكه غادي تعطيوها للمهم انا باش نقول لك اخويا انت راه فايت لك الصوت المهم هادشي راه باقي ما دخل فيه النوطاريا وداكشي خدم نوطير كون اول نوطاري خدم تما والله الا بداك صادق خدم نوطير بالك ان شاء الله البلوك تشين ما فيهش النوطير ديال الناس انا فراسك راه البلوك تشين غيخرج على النوطير طيب المهم خاصكم تطوروا شويه خدم نوطير في الان اف تي انا بعد خرب عليكم اوليدي انا نقولها لك مكة المكرمة أغلى أرض في الميتافيرس اللهم بارك الميتافيرس هو الشيء اللي تويت لك عليه أنا يعني باش نقول لك الميتافيرس بالعالم تعيش نعم أسيدي ولك متنا وتولات وربع عيش لك رزق دابا أنا بغيت نفهم واحد القضية لك رزق الله يبارك فيك الشيخ ودابا غير تفهمني دابا إلا تزوجتي شي ثلاثة في الميتافيرس هل هذيك اللي مزوج هنا تعتبر الرابعة أو في الواقع تعتبر الأولى وتما زعما عالم آخر هذا والله إلا سؤال أنا كنسولو تزوجتي ربعة في الميتافيرس ربعة الزوجات وعندك وحدة هنا هي خمسة إوا كيفاش البلان هذا في الميتافيرس راه فيه خلل لا واش دابا حيت هذاك عالم خيالي ماشي هو الواقعي ولا حيت هو راه الواقع الافتراضي تتشوف داكشي بحال بناء وقال لك زادوا لنا شي قفازات هنا وشي حاجة تتقيس نعم أسيدي هاكا كتشد الكاس تحس راسك شديتي الكاس ما وراه تما فين قالت بقي